بقول لك احنا كنا طالبين ان احنا نعمل مظلات وبتاع والكلام دوت، وبنعاني السواقين كلها بتعاني بالموضوع دوت طبعا. فكلهم يعني حتى يعني لو عاوز سواقين ونطلع على فوق ونتكلم مع المسؤولة او اي حد، السواقين موجودة مش متأخرة في اي حاجة. كل اللي احنا طالبينه بس ان احنا مثلا نعمل مظلة زينا زي اي موقف تاني، تبقى مثلا منظرنا حتى شيك بس، واي حد مسؤول يعني يبص للناس الغلابة دي او يبص للناس دي. ده اللي احنا طالبينه، مش طالبين اكتر من اللي هو كده. الموقف ملوش مظلة، بس انت محتاج هي مظلة. المشكلة اللي مفيش مظلة، مظلة وبعدين اغلبيتهم هنا سواقين بس، كبيرة واغلبهم برضه والناس شمس كبيرة وناس النهار تحليهم. محترمة، فيعني حتى مفيش مكان، ما بتلاقيش دول بطريقة احنا نقعد في اي مكان تاني ورا بعيد. المفروض الهيئة تنظم لنا موقف زي ده ان احنا نبقى واقفين فيه في امان. ما انت بتدفع فلوس دي قصدك للموقف اصلا يعني؟ لا بدفع المباحث. الراجل اللي زي ده بيقف ينظم في ايه؟ لما بيجي واحد بلطجي بيحمل عليا، ده اللي بيقف. يعني لما بيجي واحد بلطجي ولا التسول بيجي من بره بيستلوح، الراجل ده اللي بيقف، ما بقفلوش. لا مشرف دول اجر يعني، اجر من المحافظه هو، راجل مش من وقت تركي الزمان هنا. احنا عايزين النظام هنا، عايزين النظام هنا، ما عندناش نظام خالص. الموقف كله بقى. ولا عندنا نظام ولا حريه ولا حقوق ولا اي حاجه. يعني ما نعرفش مين اللي بيحمل على مين اللي جوه ولا اللي بره. بس للاسف مش عارفين نمشي ولا عارفين نشتغل ولا عارفين ناكل ايه ولا بيوتنا مفتحه. رخص اهي ومش شغالين قاعدين. ادي رخصه اهي. وقاعد مش شغال. عشان هتتاخد عشان طبعا مش عارف يشتغل. لان بتتاخد بتروح المرور ب 1200. طب انا لو معايا 1200 ما بيتش اولى بيه. لسه دافع لها 1010. انا بيتش اولى بال 1000. كل اللي انت شايفه ده انا بيتش عايز 100 جنيه، مش عايز 1200، بيتش عايز 1010. اجيب له منين 100 جنيه؟ لسه دافع لها 1010 في نيابه المرور، في نيابه العباسيه. عشان يبقى عشان كان انتهاء الكمبيوتر، كان عندهم عطلان ومديني تصريح. دي رخصه برضه. جيت الظابط جه سحبها مني، قال لي دي رخصه منتهيه. كله بيدفع كده. والانتهاء من عندهم هم، الكمبيوتر كان عطلان ومديني تصريح. كله. تطلع القطاع فوق يقول لك 500 و1000. يعني دافع تامينات ودافع كل حاجه ودافع النقابه ودافع كل حاجه. اداني تصريح لحين الكمبيوتر. حصلت الزوج ما روحتش، الظابط وقفني قال لي انا معايا رخصه من كده، رحت دفعت لها 1010.